هدى يا طف عيال ولاي هذه ما عادش لعبه. الدغدغه هذه ما خارجنيش. هذا الدغدغه هذا قدو عنف قدورها ما عادش دغدغه ما عادش دغدغه ولا لعبه. يجي يلاعب الرجال وضحكه ابو 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 ايش من هذا جننت الولاي كذا الجهل قد تحتها النيل الازرق من الفجيعه. وانت مقصدك انه بيضحك لك ما عاد بيضحك لاش قدو مفجوع. ويقولوا ليش بعض الجهل يطلع فيها الفجيعه ولا يخف عقله ولا يقع له قلطي في زقنه ولا تمتعص نخرته تضحك دلا ما هذا قدو الشي يفجع على اللي يضحك له بو ولا زيغت عقل الجهل. وبعضهم ينذقها الى الهواء ويعادوا القفص عاد ينذق حجره ولا عتله. والجهل قد روحه قد تطلع والادمي من اعلى ما ينزل. ويقولوا ليش اش من لعب عنف هذا ومن دغدغه. الدغدغه لها اضرار بعضهم تبقى صوب بطنه وبعضهم تقع فيها فجيعه يقع فيها سكري وعاد جهل. الدغدغه ومقصدك انه بيضحك لك قد الادمي مسوم انت مقصدك انه مقهلل قد هو مسوم من كثر الدغدغه. بالذات الكبر يمجي يفهر لك الجهل يدغدغه لاعبه بالتي هي احسن. ولا يا الام لما تلاعب جاهلات لاعبه بالتي احسن من دون فجاع. حتى بعض الكبار قد في يعني قال لا حد نغزه من ورا يحترف يقرع للثاني منظام لانه من جاله افتجع من كثر ما قد دغدغ من كثر الدغدغه. تلاعب طفلك يعني بالتي احسن العاب لينه لا تفجعه ولا تزيد لها الدغدغه. ولا هو الكبير ولا كذا ومقصده انه بيضحكه. البعض ولا انقذ فيه عرق الفجيعه من كثر الدغدغه. ويما ولي بوم بشعه ليه يا زعم يضحك له لا يغرق عمره. جايب لي قد بعض الجهال عنده تبو ولا ارادي من الدغدغه. لا يجينا تبو ولا ارادي يجي مسيح لما بوم طول الليل لا ما يفعل تحت الدنيا مجره. حاضركم ما تشتغل دغام النار الصدق.